أعلن صندوق النقد الدولي عن جدول صرف قيمة التمويل المقدم لمصر في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد على دفعات متساوية خلال شهري مارس وسبتمبر من كل عام، وذلك حتى عام 2026. وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن برنامج الصندوق يسهم في إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار من شركائها الدوليين والإقليميين. وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي تدريجيا بقيمة 6 مليارات دولار في السنة المالية 2022-2023، و10 مليارات و100 مليون دولار في السنة المالية 2023-2024.